مع الجهاز الفني للإنتاج الحربي، وبعد التعادل النهارده 1-1 مع بتروجيت الكابتن مختار مختار في تاني لقاءاته مع الإنتاج الحربي النهارده. كابتن مختار أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نورنا كابتن. السلام عليكم يا كباتن. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا كابتن؟ الله يخليك يا أبو حميد. ازي حضرتك؟ الله يخليك، الحمد لله. الحمد لله. يعني النهارده نقول لحضرتك مبروك النقطة ولا هارد لك؟ أنا عارف إنك أكيد كنت بتدور على المكسب النهارده. يعني اكيد احنا النهارده يعني ضيعنا من ايدينا فوز، خصوصا في اول تايم عندنا فرص حقيقيه اكثر من 4-5 فرص حقيقيين، يعني كان ممكن نتعامل معهم افضل من كده بكثير جدا. ودي ويمكن عشان كده احنا استقبلنا في اول تايم جون. يعني وده اللي انا كنت بقوله لعيبتي، ان كنا بنلعب ماتش حبي برضه كنا بنضيع اجوان كتير قوي، فاستقبلنا جول طول اللي ما بيجيبش لازم يستقبل بالظبط. للاسف للاسف برضه نفس اللي حصل ونفس الكلام، ولم يعني ما استوعبناهوش كما يجب يعني، لكن الحمد لله ان الاولاد نزلوا ثاني تايم كانوا مركزين جدا، وربنا سبحانه وتعالى كافئنا بان احنا جبنا جول. لكن انا شايف ان احنا ادينا ماتش كويس جدا جدا، ماتش يعني الاولاد نفذوا فيه تكتيك هايل جدا بشكل يعني مرضي جدا من اللي انا قلته لهم. زي ما بقول يعني هارد لكن احنا ما كسبناش، لكن برضه الحمد لله على اي حال، لان احنا بنلعب فرقه هايله جدا جدا عندها عناصر على اعلى مستوى. لما نيجي عندهم في السويس هنا ونحقق معهم نتيجه ايجابيه فده امر كويس جدا، خصوصا في الظروف اللي احنا فيها. يعني اكيد لما ارجع ببونت من السويس افضل بكثير جدا من ان احنا نرجع من غير حاجه. لكن عموم المباراه اكيد انا راضي جدا عن ادائنا النهارده بشكل كويس قوي. يعني كابتن مختار لسه بتبحث مع الفوز الاول عن الفوز الاول ليك مع الانتاج الحربي؟ نعم نعم نعم، كنت بتمنى ان هو يكون النهارده، لان احنا فعلا في موقف حاطين في نفسينا في موقف حرج جدا جدا جدا. كل الفرق اللي تحت هي اللي بتكسب وهي اللي بتجينا، واحنا في محلك سل لغايه دلوقتي، وده امر طبعا في منتهى الصعوبه علينا. اتمنى ان شاء الله ان احنا الماتشات اللي جايه ديت نحقق هدفنا ونمشي بقى في طريقنا الطبيعي والعادي، ونعدي المرحله الصعبه جدا اللي احنا فيها دي، لكن هي مرحله صعبه احنا لسه ما يعني. ده اللي كنت لسه بقوله مع كابتن احمد بلال والاستاذ خالد، ان الانتاج الحربي في موقف خطر جدا، 23 نقطه في المركز ال 13، لكن طنطا 21، اسوان 18، امر صعب صعب. الناس كلها قريبه جدا جدا مننا، وعندك مباريات معاهم، يعني حضرتك هتلاعب الداخليه المباراه اللي جايه، الداخليه وبعديها طنطا، وبعديها بمباراتين هتلاعب طنطا. امر صراحه يعني صراحه نتمنى ان شاء الله ان احنا نطلع من زنج من عمق الزجاجه اللي احنا فيه باذن الله. استاذ خالد طلعت حابب يسال حضرتك. كابتن مختار، كنت عايز اسال حضرتك على ضربه الجزاء بتاعه بتروجيت، يمكن احنا صدقني يعني ان شاء الله انا طبعا. ان شاء الله كنت صادق أكيد. والله العظيم والله العظيم، والكره في الهواء الحكم مصطفى صفاله، انا ظنيت ان هي فاول. تمام، فاول لينا بس ما ظنيتش ان هي بنالتي ركله جزاء. يعني هو ده يعني اللي كنا عايزين نوضحه، لان احنا في التلفزيون الدنيا مش باينه عندنا شويه. لا خالص، بس انا والله بتكلم صدق. لا انت معروف عنك صدق يا كابتن مختار، مش محتاج. لا معروف، مش محتاج تحلف يا كابتن. انا سامع الحكم بيصفر، فانا قلت دي فاول. تمام، ما ظنيتش ان هي جون. مظبوط، يعني ما ظنيتش ان هي بنالتي. ده الطبيعي انه لازم يكون كان صفر قبل، هو الراجل مصفر قبليها من مده كبيره جدا، وانا سامعه وانا متضرر. ايه يا عم، طب يبقى فاول، لكن بنالتي طبعا هي كانت شهاده خالص عني. هي كانت في الزحمه فعلا كده، لان صراحه احنا ما نستاهلش ان احنا نتغلب النهارده. مظبوط فعلا، هو التعادل هو النتيجه العادله. لكن تستحق تكسب يا كابتن ولا شايف التعادل عادي؟ انا شايف ان احنا نستحق نكسب في التايم الاولاني، للاسف يعني الشوط الاولاني مضيعين 3 اجوان حقيقيين، وحتى فيهم واحده في العارضه. يعني لو كنا هدفنا فيهم كان ممكن الماتش يتغير خالص، لكن عموما في كل الحالات طبعا في البوتشيت ادت وادت اداء كويس جدا، واكيد ان هم كانوا بيتمنوا نفسهم الفوز وعملوا الكلام دوت، بس احنا النهارده كنا يعني واقفين بشكل كويس قوي، والاولاد منتشره بشكل كويس جدا جدا، ودي اللي قللت المشاكل كتير، ودي اللي قللت فرص بوتشيت في المكسب النهارده. يعني ثنائي الدفاع مصاب سواء خيري او رزق، فعشان كده هم بره القايمه. لكن امير عبد الحميد كان فيه امير النهارده احتياطي، لكن الاعجاز يا كابتن، هل ما يعني كنا متوقعين نشوفه في القايمه؟ لا، الاعجاز الفتره اللي فاتت دي كلها كان مصاب. اكيد الفتره الجايه دي ان شاء الله يخش معانا باذن الله. تمام يا كابتن، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، والنهارده نورتنا في ملعب FM.
ملعب اف ام معاكم مرة تانية بعد تعادل ايجابي 1-1 بين بتروجيت والانتاج الحربي. ويعني كابتن مختار مختار فضل. انا ليه بس تعليق شوية. كابتن مختار من الراجل يعني ناس كويسة يعني طبعا الصدقة, لكن ليه تعليق على الحكم. هو بقولك صفر وكرة في الهواء. طب يعني الحكم صفر ازاي وكرة في الهواء؟ هي الكرة كان فيها زقة يعني في مهاجم الاول الكرة. كابتن مختار بقولك صفر وكرة في الهواء مظبوط بعد الوقعه. ازاي الحكم يصفر الكرة في الهواء؟ لا ما هو يعني قصدك يعني الكرة لسه بتتلعب. الكرة لسه بتتلعب. لا لا اتلعبت. هو قصده في الهواء بعد ما بعد الفاول بعد الالتحام يعني قبل ما تروح للي جابها جون لمصطفى شبيطه. قبل ما توصل يعني قبل ما توصل للالتحام الاول وبعدين هو شبيطه اتفق ذكاء يعني احسن من احسن مهاجم حقيقه حطها. التفكير المنطقي يعني انا يعني غير كده كان هيبقى مشكله المفروض يبقى فيها تحت فرصه, لكن هو الطبيعي انه هو صفر فعلا. لو هو لو صفر والكره لسه طبعا التلفزيون الدنيا ما كانتش واضحه. فكابتن مختار حاسس باللي احنا بنتكلم فيه بالظبط. طبعا ان هم موقفهم زي ما احنا بنقول بالظبط. طبعا الموبايل وقال وكانت مختار فكره من الناس اللي بتحب تعمل تغيير. يعني لما بيروح لفريق بيحب يعمل تغييرات, بيشوف مين بيتمرن كويس مين بيأدي كويس. ما بتفرقش معاه الاسماء بشكل كبير على قدر ما تفرق معاه مين اللي بيدي في التدريب. فبالتالي هو الحق بالالتزام كمان هو راجل ملتزم الحقيقه بالظبط بالظبط. اعتقد يمكن هو عشان كده برضو في استبعاد شويه الهاني العجيزي, بس هو حب برضو ما اتكلمش في الحته دي. لكن هو عنده الالتزام نقطه مهمه جدا عند كابتن مختار. لكن انا برضو الانتاج الحربي خبرات اللعيبه الموجوده فيه هتخليه يبعد عن منطقه الهبوط. يعني هو رقميا وبالارقام طبعا موجود ضمن الفرق المهدده, لكن عنده لعيبه عندهم خبرات كبيره جدا, عنده لعيبه مميزين, عنده لعيبه كانوا بيلعبوا اهلي وزمالك, فبالتالي عندهم برضو قدره يقدروا في الماتشات الاخيره الصعبه برضو الخبرات تساندهم شويه. فانا شايف الانتاج الحربي هيقدر يبعد عن منطقه الهبوط خلال الاسبوعين ثلاثه الجايين. طيب قبل ما نتكلم عن